خير يا معلمي؟ اصبر بركة، روح نادي العمال بتوع المستودع كلهم وجمعهم لي هنا قدامي. من عينيا. ها رجالة تعالوا كلموا المعلم، انا تعالوا. هو ايه العبارة يا معلمي؟ اصبر اصبر على رزقك يا زين جاي. رجالة معلمة. خير يا معلمة؟ خير يا معلمة. كلنا عارفين ايه اللي حصل لقبضايا ودقرم والكوتش، وهم غاروا في 60 خرارة إلهي ربنا ما يرجعهم، وإن كانوا هم السبب في موت عم رزق إلهي ربنا ينتقم منهم. مجمعاكم النهاردة عشان أقول لكم على حاجة. الريس حربي والريس زين من النهاردة هم معلمين المستودع، كلمتهم زي كلمتي بالظبط وكلامهم يمشي على رقبة التخين. أما المعلم بركة اللي قد الدنيا هو اللي هيبقى مسؤول عن عمال المستودع. مبروك يا معلم. مبروك يا معلم. ربنا يكرمكم يا رجاله، ربنا يكرمكم. واحب اقول لكم ان انا والمعلم زين بنعرف ازاي نعامل رجالتنا كويس، وباذن الله هترتاحوا معانا على الاخر. ربنا يخليك لنا يا معلم حربي. من النهارده رجالتك يا معلم. ربنا يخليك يا معلم. ايام البلطجه والافتراء خلاص يا رجاله راحت، وكل واحد فيكم ان شاء الله هياخد حقه زياده حبتين وهيتعامل احسن معامله. اهم حاجه عندي بس ان كل واحد يشوف شغله صح ويتعامل معانا بما يرضي الله. يلا رجاله كله يشوف شغله، اتكلوا على الله. يلا رجاله الهمه النار، انا بحبش الدلع، واللي هيدلع هضطر ان انا اتلفظ. ماشي يلا رجاله. يلا هو صلاح لسه ما جاش؟ لا لسه، ربنا يسوقه. يا سلام يا نشوى، لو كان معايا كاميرا كنت اخدت شويه صور يجننوا. بقى خناقه زي دي بتقفي وتتفرجي عليها؟ انتي مفتريه يا بنتي. انتي مشفتيش الناس قد ايه مغلوله من اسم قبضايا؟ ده مصدقه انه حرب اتصدله وراح طردوه من بره الحته. يا حبيبتي انتي مديه الموضوع ده اكبر من حقه، دي حته خناقه في حي شعب زيها زي اي خناقه بتحصل كل يوم. هتعملي بقى منها زعيم وبلطجي والناس مشيت ورا الزعيم، والحكايه تاخد بقى بعد سياسي ورموز ملهاش اي لازمه. بلاش امين يبقى خالك يبقى واسع ويدخلك في مناطق ما انتش قدها. يا بنت الايه يا نشوى، ده انت لفت نظري لحته موضوع هيكسر الدنيا، البعد السياسي لحادث في حي شعبي، هو ده الموضوع. لا ده انت مخك شطح لبعيد قوي، انت محرره حوادث، محدش هيسمح لك تنشري موضوع بالشكل ده، لا رئيس القسم ولا حتى رئيس التحرير. هو النهارده ايه؟ النهارده خميس. خلاص يبقى اطلع لنعيم بيه واخد موافقته على الموضوع، وساعتها بقى محدش هيقدر يفتح بقه. انت هتاخدي على الراجل ولا ايه؟ هو عشان يعني ما طلب يشوفك مره هتقعدي بقى تنطي له كل شويه والتانية؟ يا بنتي انا معايا كارت بلانش منه، اطلع له في اي وقت ولو احتجت اي حاجه. عن اذنك. ايه يا نشوى، انا مش فاضيالي، موضوعك روحي عرضيه على رئيس القسم اللي عندك. انا حضرتك عرضت عليه قبل كده اكتر من موضوع ومفيش برضو ولا حاجه منهم اتنشرت. يبقى شغلك اي كلام، اعملي كان ايه؟ اشمعنى يعني شغل اماني بيتنشر على طول؟ ولا هي علشان بتروح لرئيس مجلس الاداره تعرض شغلها عليه؟ قصدك ايه؟ انا ما اقصدش حاجه، انا لسه شايفه اماني من شويه وقالت لي انها طالعه تعرض موضوعها الجديد على رئيس مجلس الاداره تاخد موافقته عليه. اماني عند نعيم بيه؟ هو حضرتك ما تعرفيش؟ طب روحي شوفي انت شغلك دلوقتي، ولما تشوفي اماني يبقى ابعتيها لي. طب الموضوع بتاعي هاتيها بقى اقرا بعدين لما اخلص. عندي ايه؟ اتفضلي. ايه راي حضرتك يا فندم؟ هايل هايل يا اماني، الربط بين حادثه في حي شعبي واللي بيحصل في البلد ربط ذكي جدا. ده غير ان فكره البطل اللي بيساعد الناس على الخلاص من الظلم والقهر فكره عظيمه في حد ذاتها. الموضوع بتاعك ده ممكن يبقى موضوع مهم جدا، ده ممكن يهز البلد كلها. انا اول ما جات لي فكره الموضوع يا فندم قلت لازم اعرضه على حضرتك واخد موافقتك طبعا. بس عشان الموضوع ده يكتمل يا اماني لازم تعملي حوارات في المنطقه الشعبيه اللي انت كاتبه عنها دي، وخصوصا مع الجدع اللي اسمه حرب. يا فندم ايوه، مع الجدع اللي اسمه حرب ده. انا حاسس ان الموضوع ده هيفتح عيون الناس على حاجات كتير قوي بتحصل في البلد ومحدش دريان بيها ومفيش حد واخد باله منها. ما تخافش يا فندم، انا هبتدي كتابه في الموضوع حالا. انا ناوي كمان يا اماني اصعدك
ايوه خليكي في مكان احسن من اللي انت فيه واكبر بكتير. انا مش عارفه يا فندم اقول لك ايه. انا متشكره قوي يا فندم حضرتك. ما تقوليش اي حاجه يا بنتي، ده الواحد ما بيصدق انه يلاقي حد مخلص ومجتهد في شغله وبجد وحقيقي عشان يقف جنبه ويسنده في رسالته. وانت يا اماني نموذج للشباب اللي انا احب انهم يبقوا جنبي وحواليا. انا كده طبعي كده. هي عملتي ايه عند رئيس مجلس الاداره؟ زي ما توقعت بالظبط، متحمس للموضوع جدا. طب ده هاي على فكره الرئيسه كانت عايزاكي. مدام شهيره؟ ما تعرفيش عاوزاني ايه؟ حلمي علمك. اتفضل. تحت امرك يا فندم. قالوا لي انك سالتي عليا. انت ايه اللي عملتيه ده يا امين؟ انا عملت ايه؟ لا ولا حاجه، انت يا دوب اتخطيتيني وما عملتيليش اي اعتبار وطلعتي النعيم بيه منك ليه على طول. يا فندم انت فاهمه الموضوع غلط. انا بس كل ما في الامر ان نعيم بيه طلب مني اكتب له موضوع جديد واطلع اخد رايه. اماني نعيم بيه ما بيجيش غير مرتين في الاسبوع، مش معقوله كل ما يجي تطلعي له مكتب. دي قله ذوق وعدم احترام، وانا مش هسمح بالموضوع ده يتكرر تاني. فهماني يا اماني؟ والله فهمك يا فندم، بس الموضوع غير كده خالص. انا هفهمهولك بالراحه. اماني الموضوع ده اتقفل ومش عايزه اسمع سيرته تاني خالص. اتفضلي روحي شوفي شغلك. اتفضلي. خير يا اماني؟ مال خارجه ليه كده مدخنه من عند الرئيسه؟ مدام شهيره زعلانه مني، اتضايقت ان انا طلعت للسوفي بيه من غير اذنها. ولا يهمك، هو مش اتحمس لموضوعك؟ خلاص يبقى لا الرئيسه ولا غيرها هيقدروا يقفوا في وشك. انت مش فاهمه حاجه يا نشوى، مدام شهيره غاليه عندي ومش عاوزه تاخد عني فكره غلط. يا حبيبتي بلاش عبط، انت دلوقتي بقى قدامك سكه ما يحلمش بيها اي حد. اوعي تقفليها لاي سبب، وبعدين خليكي مع الكبير تكبري ونعيم بسيوفي هو الكبير. انت شايفه كده؟ انا عن نفسي لو مكانك هعمل كده. السلام عليكم. اهلا يا استاذ صلاح. ازيك يا بركه؟ الحمد لله. امال فين حارب وزين؟ بيراجعوا بس حسابات المستودع وزمانهم جاي. قوم جمعه. اهلا. ازيك يا استاذ صلاح؟ ازيك يا اخ زين؟ صباح الخير يا ابو صلاح. ازيك يا حارب؟ هيا وصلت الحاجه؟ لا ما ينفعش نقعد في مكان هادي ونتكلم. ها بركه. ايوه. اول عمال ما يخلصوا فرز الحاجه قفل المستودع ووصل ايراد للمعلمه ان شاء الله على طول. عيني. بعد كده اتحصلنا على العشاء. حاضر. يلا يا جماعه. مين الوجه الجديد اللي مع زين وحربي ده؟ ده الاستاذ. وانت مالك انت يالا؟ ما تخليك في حالك. اجري هات لي شيشه كده وكنت سالكه. جتك القرف. صدق انت معاك حق. حاضر. حاضر يا ريس بركه. انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده يا حضرتك؟ طبعا يا باشا. هو حربي مفيش غيره. سعادتك اسأل الأستاذ حنفي، قول له مين اللي فتح عليه المطوة لما كان في المستودع وكان عايز يقتله، ومش بس هو سعادتك، هو ورجالة سعادتك كمان، وطردهم من المستودع ومن الحارة كلها. يا بضايا المعلمة انشراح دي ست عقدة وراسية، معقولة تعمل الكلام ده؟ كانت يا باشا، كانت عقلة وراسية قبل ما الواد حرب يخرج من الأمم وياكل بعلاها كنافة ويحشي مكسرات. يعني فكرك هما اللي سرقوا التريلا؟ طبعا يا باشا هما اللي سرقوا التريلا. طب استنى انت بره شويه. على العموم يا رشوان باشا انا ريحت ضميري، الشيطان اللي جوايا نام، يعني اقدر اقول لك ان بابا نام. اتفضل يا استاذ حنان. اتفضل. ماشي يا ابو ضايع. ايه يا عم اللي انت لعبتها؟ ايه رايك في الكلام اللي بيقوله؟ احتمال كبير يكون صح. الواد حارب ده مكار وقلبه ميت. اسمع حنفي، عايزك تاخد الواد اللي اسمه عبدالله ده تحت ضغطك وتجيبولي قرار الواد اللي اسمه حربي هو وصاحبه زين. عايز الموضوع ده ينتهي قبل اخر الاسبوع يا حنفي، فاهم؟ والله انا طول الليل بفكر في حكايتكم المعقدة دي، ما لقيتش غير الحل اللي انا بقولكم عليه ده. ايه اللي بتقوله ده يا عم صلاح؟ ده كلام يتقال. ده ما اسموش حل يا متر. ده امال يعني ايه رايك يا اخ زين؟ نبيع الحديد والاسياخ والمعلمة تاخد حقها والعربية نخلص منها.
والحديد ده بقى ان شاء الله يتباع لمين؟ ألف من يشتري يا متر. حديد مسبوك وسياخ تتباع في السوق، يوصل الخبر لرشوان فيحط ده على ده، يعرف ان انتوا اللي خدتوا العربيه والبضاعه. تفتكر هيسكت لكم؟ لا طبعا، ده هيولعها نار ويعلن الحرب علينا ويودينا في 60 داهيه. واحنا قدها وقدود يا عم حرب، واعلى ما فخله يركب. بطل بقى يا زين التهور والاندفاع ده. وبعدين فرضنا ان احنا مشينا ورا كلامك في موضوع العربيه والحديد، البودره بقى هنعمل فيها ايه؟ لا ده دي هنبيعها ونكسب من وراها الشهد. وانت محامي وليه سككك مع تجار المخدرات كده؟ هو يا رجاله يا رجاله، دنيا المخدرات دي مملكه كبيره لها سياد وملوك، ومفيش اي حد في الدنيا يعرف يخشها الا لما يكشفوه ويعرفوا مين هو وجاب البضاعه دي ازاي وجابها منين، وساعتها هتبقى نهايتكم. ما يا عم انا قلت لكم الاول على حل البضاعه دي، احنا نخلص منها ومن شرها خالص، نحرقها ندفنها ان شاء الله، حتى نرميها في النيل. برضه اصحابها يفضلوا وراكم يشمشموا لحد ما يوصلوا لكم، وساعتها مش هيرحموكم. جرى ايه يا استاذ صلاح؟ انت عمال تقفلها في وشنا كل شويه كده، لا عاجبك كده ولا عاجبك كده، نعمل لك ايه يعني؟ تعملوا اللي يفيد وما يضرش. بص الحكايه دي كلها لها حل من اتنين، يا تخشها حرب يا تخشها سياسه. سياسه ازاي يا صلاح؟ انك تاكل السبع قبل ما ياكلك، وتروح له قبل ما يجيلك. انت عايزني اروح لهم برجليا واسلمهم رقبتي؟ ما قدامناش حل تاني. اهو ده ما اسموش حل يا متر، ده اسمه قطع رقاب لا مؤاخذه. ما حدش بيروح للموت برجليه يا متر، ده اسمه كلام ده يا عم حربي. احنا لو رحنا لهم هيعذبونا وهيقررونا واحتمال يخلصوا مننا خالص. يا اخ زين، لو انتوا خايفين قراط هم خايفين 24. جرايه يا عم صلاح، انت عايزني اروح لهم بالعربيه وارجعها الرشوان بالبضاعه واقول له عفى الله عما سلف، خلاص حقك عليا وخطوه حبايب وخلص الموضوع؟ لا انت مش هتروح بالبضاعه ومش لرشوان، لعنتر. انتوا مش بتقولوا ان في بينكم وبينه معرفه وان هو لو في الموضوع ده بدليل ان الراجل بتاعه كان موجود في العمليه؟ خلاص يبقى ده اللي تروحوا له، وانا بقى هقول لكم تعملوا ايه معاه وتقولوا له ايه بالظبط.